الفلوس جميلة. كاتب عام المكتب المحلي لمربي ومربيات التعليم الأولي سيدتي النقابة الوطنية للتعليم الأولي، نلتقي ونجتمع مرة أخرى أمام مديرية الإقليمية لوجدة أنقاد للمطالبة بالإدماج ولإيصال صوت المربي والمربية لوزارة التربية والتعليم الأولي لإدماج هذه الأطر في سلك التعليم الابتدائي. المربون والمربيات أقصوا من النظام الأساسي للتعليم ولم تتم الإشارة إليهم ولو ببند واحد. التعليم الأولي يعاني فيه الأطر التربوية، الهشاشة، التهميش، أجور هزيلة، مهام كثيرة تختلف وتزداد شهرا عن شهر وسنة عن سنة. نطالب الوزارة والمسؤولين فيها عن التعليم الأولي بالتدخل لرفع هذا الحيف وهذا التهميش عن أطر التربوية للتعليم الأولي. تحية نضالية لجميع المربين والمربيات وشكرا للشمس. معكم السادة أو مربية في التعليم الأولي. الآن نحن هنا في الوقفة من أجل المطالبة بالإدماج، حيث هو حق من حقوقنا المشروعة، وكنرفضوا تماما النظام الأساسي لما تدخلناش فيه نهائيا، وخا احنا في منظومة التعليم أو في منظومة التربية والتعليم اي داخله فيها التعليم الاولي، ترفضنا رفض تام اقصاء تام، وحنا رافضين هذه الامور ونطالب بالادماج وبزياده، ونرفض الوساطه، لان الوساطه اللي شي حاجه رافضينها احنا تماما وفرضت علينا ونؤكد عليها، فرضت علينا الوساطه ونرفضها رفضا تام. وكذلك نرفض الاعمال اللي تزادت علينا هذه الايام، مثلا تيست دو في واشياء اخرى اللي احنا لا علاقه لنا بها، احنا لسنا اطباء ولا نفقه في الطب شيئا، وهذه الاعمال تزادت علينا وحنا مرافضينها رفض تام وما بغيناهاش تكون، وهي عبء علينا واللي اصلا ما كنفهموش فيها وما عندنا حتى شي فورماسيون فيها باش نقدروا اننا نفيدوهم، ومع ذلك تفرضات علينا. وكذلك كنرفضوا الضغط اللي مضغوطين حنايا بزاف، لدرجة أنه كيتصلوا بينا في الليل في الصباح في النهار، وكيفرضوا علينا شي حوايج حنايا اللي أصلا ماشي خدمتنا وماشي ديالنا إلى غير ذلك. ونطلب بالإدماج كأول شيء ممكن أن نطلبه به. السلام عليكم. بعدا انا المربيه بخاري امال من مدينه وجده، جئت لاحتج في هذه الوقفه النضاليه لمده تقريبا شهر ولا شهر ونص، من اجل الدفاع عن حقوقنا كاطر تربويه، وكاننا اللبنه الاساسيه في هذا المجال، وكنناضلوا من اجل حقوقنا اللي صدرت الوزاره، اللي صدرت هذا النظام الاساسي المجحف، واللي انه قصانا من التربيه والتعليم، وكانها مكتوبه وزاره التربيه والتعليم الاولي والرياضه، مع اننا
أطر تربوية ونشتغل في المدارس العمومية، فإننا نناضل من أجل الإدماج الإدماج الإدماج. ونحن نواصل في مسيرتنا ولنا اعتصام، وكاين واحد الوقفة على الصعيد الوطني نهار 5 جانفي غتكون المدن كاملة حاضرة في مدينة الرباط إن شاء الله، ونحن نواصل في صدد أننا نحقق جميع مطالبنا وجميع حقوقنا. سنواصل ونواصل ونواصل بدمنا وبوقفاتنا وبكل عزيمتنا من أجل تحقيق مطالبنا. السلام عليكم، سميرة القمحي مربية في التعليم الأولي. كما كتلاحظوا حنا دايرين الوقفة لهذه الأسبوع الرابع، تضامنا أولا مع أساتذة التعليم الابتدائي لما جاء في النظام الأساسي. إحنا ضده ونرفضه، اصلا ما حقناش المطالب ديالنا حنايا كمربيين اللي كنعانيو بالدرجه الاولى من الاجر الزاهد، كنعانيو من الضغوطات في العمل، كيزيدوا لنا دي طاش اكثر من الجهد ديالنا واللي ماشي في اختصاصات ديالنا، بالاضافه الى اننا ما دخلناش في النظام الاساسي بالمره، وحنا مهددين بعدم الادماج. حنا انا كمربيه بالاضافه الى الزملاء ديالي المربين والمربيات عبر المغرب كله، نطالب اولا بالادماج، بيوفروا لنا كل ما يساعدنا على العمل والعيش الكريم. نتمنى الادماج كما كيقولوا الاخوان والاخوات، وشكرا لكم.